قوي عبد الكريم، كنت موظف سابق بإدارة السجون، صدر في حقي الطرد، يعني في تهمة كيدية لا علاقة لي بها، وصدر في حقي سنتين يعني حبسا نافذا. والوقت اللي خرجت من الحبس التحقت بالفران، كان عند الوليد من 2008 اللي خرجت من الحبس، التحقت بالفران اللي خدام فيه الوليد، هبط الحفرة كان طيب بيت النار لاس الوليد، والوليد معايا أنا داك قبل ما يتوفى، خدامين حتى 2013 قالك الساكنة غادي ترحل، رحلوا الساكنة خلوا الفران. وغادي نشوف أنا علاش استثناو الفران، لأن هذا الفران كان كيخدم واحد خدمات جليلة لهذ الساكنة مدة ديال 60 عام، وعندنا وثائق قانونية كتبت بأن هذا الفران مدة ديال 60 عام هو وحنا خدامين فيه. في الاخر حيدوا الساكنه وخلوا الفران. وهنا الوقت اللي التحقت بهذا الفران، الوقت اللي التحقت به بقيت خدام مع الوالي، خدام كنعيش وليداتي، انا عندي ربعه ديال الوليدات. علاش جيت للفران بالضبط؟ جيت للفران لحق صدر في حقي الطرد، صدر في حقي العزل من الوظيفه العموميه مع الطرد من السكن الاداري ومع حرمان من راتب التقاعد. ست السبيل الوحيد هو هذا الفران اللي يمكن لي نعيش فيه ونعيش وليداتي اللي منكوبين، اللي طردوا من السكن الاداري وجتهم سكتهم في بيت مع اخوان ديالي، حد الان باقين فيه خدام مع الوليد. توفى الوليد في 2013، صدر يعني هزوا الساكنه ترحلت، بقى الفران استثناوه، بقيت فيه الى حد الان. داروا دعوه بيا في المحكمه الابتدائيه حكمت بعدم اختصاص، عاودوا حالوا الملف من جديد، المحكمة المختصة حكمت بإفراغ مع الهدم مع 500 درهم عن كل يوم تأخير. يعني استنفت هذا الحكم التجاري، صدر قرار ديال المحكمة ديال التجارية، صدر قرار يعني رفض الإفراغ مع يعني تعويض المعني الامر وازاله 500 درهم عن كل يوم تغير ما تحمل الشركه الصائر. لحد الان منذ صدور الحكم القرار ديال الاستنافيه ديال التجاريه لم تنفذ هذا القرار ولم تعوضني، وبقيت في وما زلت في المحال الى حد الان، لم تلقى اي تعويض. طردت من الوظيفه نتيجة أن جوج ديال الحراس هرب ليهم ساجين من المستشفى الخارجي. أنا ذاك مكلف بسجل التداول، لا علاقة لي بالساجين باعتباري أنا موظف إداري مدير، وهذوك الموظفين كانوا حراس يخضعون لمراقبة السيد رئيس المعقل، أي رئيس الحراسة هو اللي كيشمل الحراسة ديالهم، حراسة ديال الساجين اللي هرب لهم. ومن تعتقلوا الموظفين الحراس قالوا بان راه معنا مدير، حتى هو راه شافنا مريحين في القهوه، والوقت اللي تعتقلوا اعتقلوني معهم، كون قلنا ندير لا علاقه لي بهم، انا لا علاقه لي بذوك الموظفين، هما داو مسؤولين على سجين وانا غادي نمشي معاهم. تعتقلت مده سنتين وصدر في حقي طرد من السكنه الوظيفي، كما عاوتاني حرموني من راتب التقاعد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.